إذن مشاهدينا، مع حالة الاستقرار السياسي والتقارب بين الجهات المختلفة السياسية وكذلك النيابية، وهناك مؤشرات على إتمام إعداد قانون الموازنة الاتحادية، أصبح أقرب من أي وقت، وذلك لجملة أسباب في المقدمة منها أن الأمر أي إرسال الموازنة إلى البرلمان ضمن تعهدات رئيس الوزراء، فضلا عن احتياج برنامجه الخدمي لها للشروع بتنفيذ الخطط الحكومية. تقرير علي حبيب. مسودة موازنة 2023 أول قوانين الحكومة الحالية إلى البرلمان، هكذا تشير معطيات اعتزام السلطة التنفيذية والدعم النيابي لحكومة الخدمة الوطنية ومساعيها في تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي، خاصة وأن مجلس النواب مدد فصله التشريعي وقدم دعوته للوزارات بإرسال خططها ومشاريعها المهمة للجهات المعنية وضمن التوقيتات الزمنية. الحقيقة التصريحات سيد رئيس وزراء محمد السوداني واضحة، أنه وجه وزارة المالية أن تعد على الفور موازنة عام 23، وأنا أعتقد هي كاملة. يعني أكو الجهاز الفني في وزارة المالية، جهاز الموازنة الكفو ومشتغل من زمان، وأعتقد حسبة أيام يعني إن شاء الله تعرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب. وبرغم استحواذ الموازنة التشغيلية على ثلثي القيمة الكلية للموازنة الاتحادية، إلا أن التعويل على إدارة وتوزيع الحكومة للنفقات الاستثمارية في كافة القطاعات وترجمة توجهات رئيس الوزراء بإنشاء الصناديق السيادية، فالشق الاستثماري لابد أن يتلائم مع المنهاج الخدمي الذي تضعه الحكومة في صدارة أولوياتها. نأمل من الحكومة الجديدة أن يعني تحقق الموازنة اللي هي كانت سابقة مغيبة الوفرة المالية، وبالذات هالعام هذا وفرة مالية كثيرة، يا ريت لو نستفاد من هذه الوفرة لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، لأن بصراحة عندنا نقوصات كثيرة، خدمات وأشياء أخرى، يعني تنوع اقتصادي، يعني نطور الزراعة نطور الصناعة. وعلى الرغم من الوفرة المالية في مشروع موازنة العام المقبل، إلا أن خطوات الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ستقدم دعما إضافيا لحجم الموازنة البالغ 130 مليار دولار، فتشير تقارير إلى سرقة أكثر من 150 مليار دولار من داخل الموازنات السابقة ومثله من خارجها. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله عصفور ينضم مباشرة بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم دكتور، وكذلك الترحيب بعضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني سيد كرم الخزعلي. أهلا بكم سيد كرم. بداية معك دكتور حيدر، ما هي توقعاتكم لموازنة 2023؟ ما المطلوب من هذه الموازنة أن تحقق للبلاد؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. لابد لنا أن نضع الخارطة العالمية وما يدور، فمثل هذه الموازنة هي موازنة كبيرة وحدثت أكبر موازنة بعد 2003، لكنها هناك تطورات سياسية عالمية كبيرة يجب أن تؤخذ بنظر الحسبان. فمثلا الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط، وأدت إلى أنه مستقبلا سيعتمدون على الطاقة البديلة، وبالتالي ممكن أنه تنخفض أسعار النفط. وكذلك إذا انتهت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ممكن أيضا روسيا تنزل إلى تضخ كميات كبيرة من النفط، وبالتالي أيضا تنخفض أسعار النفط. وبالتالي فيفترض بالقائمين على الموازنة وضع حساباتهم، وتكون هناك موازنة استثمارية بالدرجة الأولى وتعتمد على الطاقات البديلة والتقدم التكنولوجي، فربما ستكون هناك انخفاضات كبيرة في أسعار النفط مستقبلا، وستؤدي إلى تأثر البلاد، وخصوصا نحن بلد معتمد في جميع جوانبه على النفط. لكن عذر المقاطعة دكتور حيدر، اليوم هناك يعني ما تتميز به هذه الموازنة عن الموازنات السابقة بوجود وفرة مالية، مقابل هذه الوفرة يمكن لهذه الموازنة أن تعالج الأوليات التي حددت سابقا؟ بالتأكيد هناك كثير من الملفات المهمة، مثلا ملفات تخص تشغيل العاملين، الطاقة، الخدمات وغيرها من
وبالإضافة إلى الاستثمار، لكنه نرى أنه ثلثي هذه الموازنة يذهب باتجاه الموازنة التشغيلية وثلث يذهب باتجاه الاستثمارات، وهناك الصندوق السيادي هو يحتاج أنه يكون هناك دعم أكبر لهذا الصندوق حتى نواجه أزمات مستقبلا. فمثلا إذا انخفضت أسعار النفط مستقبلا فكيف يكون الوضع؟ فيفترض أنه تراعي مثل هذه التطورات. هناك كثير ربما يعني إذا ما نظرنا من الجانب السياسي ربما بعض التقاطعات أيضا ستلاقي الموازنة في مجلس النواب، مثلا حصة الإقليم والمستحقات من النفط والموارد النفطية وغير النفطية، فهذه دائما هي تكون عائق باتجاه هذه الموازنة. فلا بد أنه تتوحد الجهود باتجاه خدمة الوطن بالدرجة الأولى وباتجاه النظرة المستقبلية الاستراتيجية. رحب بك مرة أخرى سيد كرم. بالنسبة لبعض الأولويات التي حددت سابقا من قبل الإطار التنسيقي الشيعي وكذلك من الحكومة في برنامجها، حددت بالخدمات كأولوية، هل ستدعم هذه الموازنة هذه الأولويات والخدمات التي هي بحاجة إلى جهد وتخصيصات كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم وضيفك الكريم وقناتكم الموقرة وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز. حياك الله. يعني بالطبع اليوم إذا أريد نتحدث عن الواقع الخدمي والموازنة وما خصص من هذه الموازنة لتقديم الخدمة، اليوم السيد السوداني هو الرجل عازم على أن يقدم الخدمة، ويعلم بأنه معيار نجاح حكومة السيد السوداني هو بتقديم الخدمة، وقلناها سابقا ونقولها اليوم، المعيار الأساسي ويعني الأوحد في ديمومة وبقاء حكومة السيد السوداني هو تقديم الخدمة، وهذا الأمر هو وضعه على نفسه قبيل تكليفه برئاسة الحكومة، ومن ضمن برنامجه الحكومي هو تقديم الخدمة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد أيضا هو باب من أبواب تقديم الخدمة وإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية والنظام السياسي. اليوم نحتاج إلى إعادة الثقة ما بين الجماهير والعملية السياسية والنظام السياسي من خلال تقديم الخدمة، من خلال مكافحة الفساد وضرب رؤوس الفساد وإعادة الأموال المنهوبة كما عبرتم في مقدمتكم، الأموال المنهوبة وعودتها إلى خزينة الدولة، هذه كلها تندرج تحت تقديم الخدمة. بالتالي يعني اليوم الموازنة ينتظر هذه الموازنة الكثير من يعني من الفعاليات الاقتصادية وتقديم الخدمة من خلال هذه الموازنة، وما خصص لتقديم الخدمة يعني من أجزاء هذه الموازنة. اليوم الجميع يتحدث عن أنها موازنة انفجارية إن صح التعبير، فلنستثمر ارتفاع أسعار النفط، فلنستثمر الهدوء النسبي والاستقرار النسبي الأمني في على مستوى البلاد، فبذلك يعني له مردود إيجابي. يعني اليوم ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط، هذه كلها يعني مردودات إيجابية يجب استثمارها في الوقت الحالي، وهذا ما ينتظره الجماهير وما تنتظره المحافظات. هنالك مشاريع متلكئة على مستوى المحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط، إلى هذه اللحظة لم تتم إعادة واستعادة هذه المشاريع المتلكئة واستكمالها. هذا كله ينتظر حكومة السيد السوداني بعد إقرار الموازنة. نطالب أيضا السيد السوداني وحكومة السيد السوداني في باب مكافحة الفساد أن يعلم الجماهير بأموال قانون الأمن الغذائي، لهذه اللحظة هي ذهبت نحو المجهول، لا أحد يعلم عنها شيء ولا توجد هنالك انعكاسات لهذه الأموال، يعني انعكاسات إيجابية إلى هذه اللحظة. اليوم المواطن ينتظر ويرى بأنه إلى هذه اللحظة لم تتقدم خطوة واحدة ولم ينفذ من الكلام المعد لأموال يعني قانون الأمن الغذائي. قانون الأمن الغذائي جاء بسبب عدم وجود موازنة لعام 2022 لأسباب معروفة، وكذلك الموازنات بالسنوات السابقة كانت تتأخر كثيرا بحالة إعدادها والتصويت عليها لأسباب كثيرة، خلافات سياسية وخلافات ما بين السلطات كذلك. لكن اليوم سيد كرم هناك حالة انسجام وتعاون ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية كذلك والرقابية، هل هذه الحالة من الانسجام ستعجل من إقرار والتصويت على الموازنة؟
سيد الكريم، هذه من الإيجابيات التي نتحدث عنها اليوم. أتفق معك، هنالك أرضية خصبة ومساحة جيدة ولا بأس بها للسيد السوداني، فضلا عن وقوفه على هذه الأرضية الصلبة إن صح التعبير، بتعاون يعني أغلب الكتل السياسية تدعم هذه الحكومة. ونحن أيضا نؤكد على هذا الموضوع وندعو بأنه جميع الكتل السياسية بدعم هذه الحكومة لكي تقدم الخدمة. هذه الحكومة جاءت بعد مخاض عسير، ولكن جاءت بعد اتفاق أيضا ما بين الكتل السياسية. الجميع اليوم متفائل بهذا الشكل. أنا على المستوى الشخصي أرى وأجد بأنه هذه الحكومة قد تختلف عن سابقاتها، كون أنه كل الحكومات السابقة وكل رؤساء الحكومات السابقة قد يكون يعني اختياره باللحظات الأخيرة، وتكون هذه يعني مرشح اللحظات الأخيرة ويكون خيار وليس اختيار. لكن السيد السوداني جاء باختيار ولم يكن خيار، فهذه من الإيجابيات، فضلا عن أنه هنالك تعاون مع جميع الكتل السياسية من أجل تقديم الدعم لهذه الحكومة. غير هذا، اليوم نرى بأنه هنالك حراك نيابي حقيقي يعني بتحمل المسؤولية. هذه طيب. هذه يعني أعضاء مجلس النواب اليوم كل يأخذ دوره، سواء باللجان أو حتى في حركتهم داخل البرلمان خارج البرلمان، هنالك حراك نيابي من أجل يعني تقديم الخدمة، دعم الحكومة، فضلا عن أنه الحكومة أيضا هي بإمكانها أن تقدم الكثير وتذهب لمسافات بعيدة. طيب. ولكن شرط تقديم الخدمة، وهذا الموضوع الذي أتحدث عنه وكنا نتحدث عنه سابقا واليوم نؤكده، تقديم الخدمة هي المعيار الأساسي والرئيسي بديمومة حكومة السيد الكاظمي السيد السوداني. طيب. عذرا وبقائها وامتدادها إلى مسافات أبعد. واضح. دكتور حيدر، حجم الموازنة البالغ كما مقدر قد يصل إلى 130 مليار دولار بحسب أغلب التصريحات النيابية، هذا ألا يفرض إعداد خطة محكمة من أجل تصويب هذه الموازنة إلى أبواب مناسبة؟ بالتأكيد، فأنه تتجه الموازنة ثلثي الموازنة تقريبا باتجاه الموازنة التشغيلية، هذا يعني يعتبر موضوع ربما غير جيد، لكننا نحتاج أنه تكون هناك دراسة عميقة باتجاه تصويب هذه الموارد بحيث نستفاد منها، وهذه ربما تكون الفرصة الأخيرة ولن تتكرر مثل هذه الموازنات. والعراق يحتاج أنه تكون هناك آليات ودراسات كثيرة، فمعظم الدول النفطية بدأت تدرس إمكانية الذهاب باتجاه تعدد الموارد، والعراق يحتاج أنه يدرس مثل هذا، وخصوصا أنه العراق بلد يعتمد كليا على النفط وذو نمو سكاني عالي. طيب دكتور، يعني النفقات التشغيلية في هذه الموازنة كما تقول أنها كبيرة جدا، لكن ممكن توظيف أمثل لهذه الأموال الكبيرة ربما في مشاريع، مو فقط صرف فلوس من أجل تأمين الخدمات وغيرها واستهلاك، إنما صرف هذه الأموال يمكن أن يكون في مشاريع تمتصل بطالة وغيرها؟ نعم بالتأكيد، نحن إذا ممكن أنه الدولة هي تساهم مع القطاع الخاص بشركات مشتركة مثلا، وهذه الشركات تكون شركات استثمارية مثل ما هو معمول في كثير من دول العالم، وتكون إدارة هذه الشركات بيد القطاع الخاص لأنه يمتلك دائما آلية الربح والتحديث مع البيئة الخارجية، وبالتالي هذه المشاريع ستشغل الكثير من العاملين، والنتيجة هي واحدة، هو تشغيل والنمو الموارد والاستثمارات. فالعراق هو يحتاج إلى إعادة التخطيط وإعادة الدراسة بشكل كبير، فالسياسة السابقة هي كانت سياسة تعتمد على التشغيلية بالدرجة الأساس، لكنهم مستقبلا يحتاج أنه ننظر وننظر سريعا، فالعالم يتغير وبشكل كبير، وخصوصا هناك توجه نحو الطاقة البديلة، وهذا سيؤثر كثيرا على الموارد الاقتصادية للعراق. والعراق مثل ما معروف السلة الغذائية، الموارد المائية، النمو السكاني، كلها هذه تصب باتجاه أنه
إعادة النظر بهذه الخطوات. طيب سيد كرم، الاستقرار السياسي اللي تحدثنا عنه هل يمكن أن يستمر في حال قراءة بنود هذه الموازنة، أم يمكن أن تظهر خلافات جديدة؟ قضية حصة الأقليم مثلا، المحافظات المنتجة، سيكون لها رأي آخر. بالتأكيد يعني خلينا نفكك العبارات ونقول بأنه الاستقرار السياسي قطعا يلقي يعني مرتبط ارتباط وثيق بالاستقرار الأمني، فضلا عن ارتباطه الوثيق بالاستقرار الاقتصادي، فضلا عن ارتباطه بكل مجالات الحياة. فبالتالي هذا الاستقرار السياسي اليوم هو نقطة تحول إيجابية يعني ننظر لها بالتفاؤل. نعود إلى موضوع سؤال جنابكم، قد تثار هذه يعني الحديث هنا أو هناك في موضوعة موازنة الإقليم أو حصة الإقليم إن صح التعبير، ولكن الإقليم هو جزء من الكل، الإقليم هو جزء من العراق، بالتالي عليه يعني واجبات وله حقوق. غير هذا يعني اليوم إذا كان هنالك رغبة حقيقية من الإقليم بتسوية الخلافات ما بين الإقليم والمركز، وأن لا يعتمد على موضوعة لي الأذرع أو يعني التمسك بالرأي، فهنالك استحقاقات يجب على الإقليم إداءها إلى المركز. يعني تعلم سيدي الكريم المنافذ الحدودية، تصدير النفط، يعني قانون النفط والغاز الذي يعني أقرته المحكمة الاتحادية بشكل واضح وقالت بعدم شرعية هذا الموضوع بالنسبة للإخوة في الإقليم. فبالتالي يعني هذا الموضوع يحتاج إلى أن تسوى هذه الخلافات قبيل يعني إقرار الموازنة، حتى يعلم كله، يأخذ كله ذي حق حقه. يعني اليوم الإقليم له استحقاقات وعليه واجبات، بالتالي يكون هذه التسوية ما بين ذا وذا، ونذهب بهذا الاتجاه حتى لا يكون هنالك معرقل جديد إضافة إلى المعرقلات السابقة في موضوع إقرار الموازنة. اليوم المواطن ينتظر تقديم الخدمة، ينتظر إقرار الموازنة، المواطن غير معني بالخلافات السياسية. أنا كمواطن أنظر إلى استحقاقي وأنظر إلى تقديم الخدمة، وما دون ذلك لا يهم المواطن بشيء، الخلافات السياسية المواطن غير معني بها. طيب دكتور حيدر، أسعار النفط وكما ذكرت أن الموازنة تبنى على أسعار النفط بالعراق، بلد نفطي معتمد على النفط باقتصاده، لكن هذه الأسعار بطبيعتها متحركة دكتور تبعا للمتغيرات الدولية والاقتصادية العالمية، لكن العراق على أي سعر يمكن أن يبني موازنته وفق المعطيات السعرية الحالية؟ هو أول ما نحسب، خلينا نحسب كلفة الاستخراج، فبعد كلفة الاستخراج اللي هي تقريبا تبلغ حسب العقود النفطية ما بين $20 إلى شوي أكثر شوي أقل، يعني حسب العقود اللي صارت. بعد هذه كل دولار واحد بعد كلفة الاستخراج والنقل يستفيد أو يكون عائد على الموازنة بمقدار $1 مليار سنويا. فمثلا إذا ما حسبنا أول $25، خلينا نحسبها زائد كلفة الاستخراج والنقل، بعد $25 يبدأ كل دولار يربح $1 مليار يعود على العراق نتيجة الكميات. فممكن أنه العراق يعتمد رقم $75 حاليا كسعر أو معدل يعتمد في الموازنة، وهذا الرقم ممكن يكون هو جيدا حتى تكون هناك قريب للواقعية. فحاليا هو سعر النفط هو أعلى من هذا الرقم، وحتى تكون الموازنة قريبة وفي حالة انخفاض أسعار النفط إلى حدود 75 أو ما دونها، فهو تقريبا وصل إلى الحد الوسط، وبحيث أنه يكون واقعيا وتكون الموازنة واقعية. طيب هذا السعر الذي ذكرته دكتور ممكن أن يعالج نسبة العجز التي تقدر بأنها ستكون منخفضة في هذه الموازنة؟ نعم، الجميع ينظر حاليا إلى الموازنة كمنقذ القطاع الخاص، حتى القطاع العام والخدمات، وحتى المواطن البسيط ينظر إلى التوظيف والعمل بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. فنحن نحتاج كثيرا إلى الموازنة وإقرارها بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذه ربما تكون هي منقذ، خصوصا في هذا الوقت الذي
نعاني من توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل، فهذه المرحلة هي مرحلة مهمة، وحكومة جديدة تحتاج إلى الدعم وهي عازمة على تقديم الخدمات لأجل ديمومتها ونجاحها وكسب ثقة الجماهير. الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله عصفور، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر لكم عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة السيد كرم الخزعلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام قسم العلاقات والإعلام دائرة المرور السيد العقيد نصير عبد الستار، أهلا بكم سيادة العقيد، وكذلك الترحيب بخبير الطرق والجسور السيد عدنان مظلوم، أهلا بكم دكتور عدنان. وأبدأ معكم سيادة العقيد، احتل العراق عام 2021 المركز السابع عالميا بحوادث المرور، و هذه الحوادث خلفت 14,000 ضحية، فارق منهم 3,300 شخص الحياة، أي بمعدل 10 أشخاص يوميا، وهو ما يفوق ضحايا العمليات الإرهابية. شنو هي الأسباب لهذا العدد الكبير من الضحايا سيادة العقيد؟ السلام عليكم. عليكم تحياتنا لكم وجمهوركم وقناتكم الكريمة. حقيقة الحوادث المرورية نعزيها إلى مثلث الحوادث اللي هو السائق المركبة الطريق. طبعا السائق يتحمل العبء الأكبر بالحوادث، تجي بعدها المركبة من شروط المتانة والأمان اللي بالمركبة، أيضا الطريق من ناحية أنه الطريق صالح لسير المركبات. نعم. المشكلة اللي نعاني من عندها وأسباب الحوادث اللي تحصل بالطرق السريعة حقيقة وعي وثقافة سائق المركبة. للأسف سائق المركبة أنه يحسب أنه السرعة هي مصدر العيش، أنه حتى يوصل الناس الركاب اللي وياه بالمركبة يوصلهم ويرجع مرة ثانية، وينسى أنه هذا الشيء هو يعني راح يسبب مشكلة وضرر كبير لا. إلى والمركبته والناس اللي مفروض يكون هو أمين على حياتهم. للأسف رغم التأكيدات والتثقيف ونشر ثقافة والوعي المروري للمواطن، لكن نشوف سائقي المركبات وخاصة سائقي مركبات الأجرة يعني ما يلتزم وخاصة السرعة. طيب سيادة العقيد، يعني حددتم يعني الأسباب أو النقاط الثلاثة التي تسببت بهذا العدد الكبير من الضحايا، بسائق لا يلتزم بالقوانين المرورية ومخالف، وكذلك مركبة ما تتوفر بها شروط المتانة والأمان، وأيضا طرق غير معبدة ومجهزة بالأدوات اللازمة، لكن أي هذه النقاط هو الأكثر مسبب لهذه الحوادث؟ سائق المركبة حسب الإحصائيات اللي مسجلة عندنا في مديرية المرور، عندنا شعبة الحوادث المرورية وبها يعني رينج الحوادث، أكثر سبب للحوادث هو سائق المركبة. يعني مثل ما وضحت لك سائق المركبة يجهل بثقافة وقوانين وتعليمات المرور العامة وما يطبقها، وتعرف أنت أكو أشياء لازم رجل سائق المركبة يعني يتقيد بها. نعم. مثلا استخدام الهاتف النقال أثناء سياقة المركبة، أو لبس حزام الأمان، أو يعني الانتباه على الطريق،
والتقييد بالسرعة. يعني يخلي بباله أنه السرعة هي السبب الرئيسي بالحوادث المسجلة عندنا في مديرية المرور العامة. رحب بك دكتور عدنان مرة أخرى. برأيك يا قضية الطرق غير المعبدة جيدا أو بعض الطرق هندستها أصلا فيها خطأ، إلى أي درجة هذه الطرق والسوء مثلا التخطيط والهندسة لها إلى أي درجة يؤثر بهذا العدد الكبير من الحوادث؟ أهلا وسهلا، أهلا بكم، أرحب بك والضيف الكريم يعني زميل المرور. أنا أعتبر نفسي من جماعة المرور الحقيقة. إذا تسمح لي عندي تعقيب على ما ذكر السيد العقيد. تفضل. بالنسبة للحوادث طبعا احنا نمشي على أشياء علمية، يعني اكو مقياس عالمي لعدد القتلى، هو المهم عدد القتلى لكل 100,000 من السكان، اكو احصائية عالمية. الإحصائية المعدل العالمي 18 قتيل لكل 100,000 من السكان، هذا معدل عالمي. أقل الدول السويد والنمسا وأعتقد النرويج، 3 قتيل لكل 100,000 من السكان. أكثر دول هي دول أفريقيا 33 قتيل لكل 100,000. الدول يعني العراق 18 قتيل لكل 100,000 لسنة 21، 18. إيران 21، السعودية 27، لبنان أعتقد تركيا 12، لبنان 20. فالعراق ويا دول المنطقة بالمتوسط المنطقة. أنا شخصيا أعتبر العراق آمن من ناحية عدد القتلى الحوادث. نعم. أعطيك إحصائية، أنا عندي إحصائيات الحوادث من سنة 75، الجهاز المركزي للإحصاء هو مطلعها وعندي الكراس. سنة 90 آخر سنة بها العراق موحد، يعني كل المحافظات بسجل واحد. سنة 90 عدد السيارات بالعراق 1,000,000، عدد النفوس حوالي 20,000,000. نعم. عدد القتلى شقد؟ 4,500 قتيل سنة 90، والجرحى اعتقد 15,000 او 16,000. الجرحى ما علينا بهم، احنا علينا بالقتلى لان القياس العالمي على القتلى. زين. طيب. بسنه 21 السيارات ايش قد؟ 8,000,000، يعني زادت 800%، والقتلى صاروا 2000 يمكن و230، لو 2130 لو 2230، يعني القتلى صاروا 50%. فبالناحية السلامة هو المعدل العالمي، يعني مو عجبة. بالنسبة للطرق اللي هسه سألت عليها، الطرق ما لها أي ذنب، احنا استخدمنا الطرق بحيث نفلشها. الطرق ما بها لا هندسة غلط ولا هي غلط ولا تنفيذها غلط. الطريق أي طريق إلى عمر، كل الطرق هاي الموجودة منفذة قبل 90، يعني من 90 واللي جاي 30 سنة، هي عمر الطريق الأسفلتي 20 سنة، وراء 20 سنة يجدد سطح الطريق. احنا ما جددنا ولا طريق، يعني إلى يظل إلى ما لا نهاية، واستعمال الأثقال المحورية المنفلتة واستعمال السرعة المنفلتة، هاي الحوادث اللي تصير، هاي القتلة كلهم بسبب السرعة. يعني والمرور موجود يمكن يأيدني، كلهم بسبب السرعة غير المحددة. يعني الطرق، يعني في تركيا يعني طرق سريعه 82 كيلومتر بالساعه الحد الاقصى للسرعه، احنا يمشي 200 يروح للبصره يمشي 200، يعني امور منفلته، ماكو ضبط، ما يخاف على نفسه، ولهذا تصير حوادث يعني شنيعه حقيقه، يعني القتلى بالجمله. بس يعني الحمد لله والشكر لله احنا نسبه الى العالم يعني ضمن الرينج العالمي وماكو اي مشكله. طيب اعود لك يا سياده العقيد، بالنسبه يمكن ابرز المخالفات واخطرها اعتقد يعني متفقين السرعه الزائده، لكن قوانين المرور هل هي كافيه لردع المخالفين والحفاظ على الارواح؟ طبعا هو قانون المرور رقم 8 لسنه 2019 قانون حدد بالعقوبه وحجم المخالفه. المشكله يعني هو تعرف انت الاعداد الكبيره للمركبات وخاصه في العاصمه بغداد، يعني اكثر من 3.5 مليون مركبه في بغداد وحدها. لا. يعني فهاي النسبه العاليه جدا، وللاسف
معظم اللي يسوقون المركبة يعني رغم التأكيدات ورغم المخالفات ورغم الغرامات، لكن بعض يصر على المخالفة، يصر يؤكد على المخالفة. إيه هذا الإصرار؟ يعني ليش ماكو التزام بالقوانين؟ ثقافة سائق يعني المشكلة. يعني جنابكم هسه يعني احنا سباقين، مديرية المرور يعني لكل دعوات وسائل الإعلام، قنوات التواصل الاجتماعي يعني سباقة بنشر الثقافة المرورية للمواطن. للأسف بعض سائقي المركبات يعني يتعمد المخالفة رغم ما يحس انه هاي المخالفة يعني سبب له حوادث وسبب أضرار إلى وللآخرين، لكن يعني يصر على المخالفة. وإحنا حجم المخالفات كلش كبير عندنا وخاصة في العاصمة بغداد حسب ما مسجلة عندنا وحسب ما عندنا من رصد للمخالفات. نعم نعم. طيب أعود لك مرة أخرى دكتور، بالنسبة لتصميم الطرق ذكرت أنه ما بها يمكن مشكلة، لكن الطرق الجديدة أكو بعض الإشكالات حتى المرور حددها أنه بعض الطرق هندستها بها أخطاء أحيانا، حجم أو زاوية الاستدارة وغيرها، أرض الطريق مثلا وغيرها أو ميلانا. تصميم الطرق وكذلك تأثيث الطرق بالعلامات المرورية والإرشادات وغيرها، ما تأثر هاي ربما إذا تم العمل عليها بتقليل نسبة الحوادث؟ نعم، أنا أيد يعني أيدك في موضوع التأثيث. تقريبا الطرق خالية من الأثاث وتقريبا خالية من التخطيط، يعني لا تخطيط ولا أثاث، اللي يمشي بالليل أو ضباب هو وشنصة، فهذه حقيقة أهم مساهم في الحوادث. أما التصميم الخطأ يعني لحد الآن، أنا كنت مدير عام طرق دسور من 88، ما يوم استلمت ملاحظة أنه هذا الطريق خطأ. يعني عندنا إحنا يعني كود عالمي على أشتو يعني العالمي، هذا متبع نتبع بالضبط. بالنسبة للطرق الخارجية، طرق داخل المدن هذه حدود البلديات يعني خاص يعني مختصة بها البلديات. نعم. لحد الآن يعني تقريبا إلا إذا حادث يعني مثلا رش غاز على أو انفلات غاز أو هيدروليك على الطريق ويصير زلق يصير حادث. أما بسبب أكو سبب آخر اللي هو أيضا نرجع على السائق، إحنا عندنا بالمنحنيات نسميه سوبر إليفيشن، يعني نرفع جهة الخارجية نرفعها بالطريق حتى يعادل، بس هذا بموجب سرعة مثلا 60 أو 80، إذا يجي 100 ينقلب وانقلبه وكذا سيارة مثلا. لهذا أكو طرق تسمى يمكن دكتور بطرق الموت اللي تشهد حوادث أكثر من طرق غيرها؟ طرق شوف، هو إحنا عندنا نقص في كل شيء. يعني مثلا إحصائية، هسه المفروض إحصائية عد المرور وعد الطرق الجسور، هم طرق الجسور يحدثوها يسموها النقاط السوداء بلاك بوينتس، اللي لا. هذه النقطة يعني هاي شقد تتكرر بها حوادث، فشوف سبب الحادث وتعالجه. هذا منين؟ هذا مشترك بين المرور والطرق الجسور، كل طريق عليه أكو بلاك بوينتس. لو ماكو بلاك يعني بلاك بوينتس يعني ما بي خطوره، ولاحنا لانه ماكو احصائيه وماكو تاشيرات، ولهذا شوف شغلنا فوضى. يعني نحكي عام ونخصص عام ونعمم كل شيء، بكل شيء نعمم، وهذا ما يصير. يعني لازم نحدد، وانا يعني انا مركز على موضوع الاثاث على الطرق والتخطيط وتخطيط الطرق صراحة. طيب يعني ايضا يمكن سيادة العقيد، حتى لو كانت هناك بعض العلامات المرورية اللي يجب ان يلتزم بها السائق كسرعة محددة مثلا في بعض الطرق، اغلب السائقين ما يلتزمون بهذه السرعة. جهود رجال المرور جهود جبارة مشهودة لهم، الوقوف في ظهيرة الصيف اللاهبة وكذلك في البرد وتحت الامطار وغيرها، لكن هذه الجهود يمكن مو كافية سيادة العقيد. ليش ما يتم الاعتماد على بعض كاميرات مراقبة مثلا أو كاميرات لرصد المخالفين، أجهزة تحديد سرعة مثلا ورصد المخالفين لسرعة زائدة وغيرها؟ طبعا أنا أشكر ضيفك، لأن بالاستديو الرجل يعني هو هسه داعم للمرور ودي يشرح المشاكل يعني اللي تصب في خانة المرور اللي هي مو مسؤوليتها. طبعا هناك مؤسسات ودوائر معنية في هذا المجال اللي يكمل عمل المرور. للأسف كل هاي المشاكل صب في خانة المرور. يعني أحكي لك أنه مثلا
الزخم المروري اللي حاصل هو زيادة عدد المركبات. أيضا ماكو إجراءات للدوائر المعنية اللي هي أمانة بغداد والطرق والجسور في بناء مجسرات أو فتح شوارع أو تأثيث الشوارع أو مثلا نشر العلامات المرورية. هذا طبعا مو واجب مرور العامة، هذا واجب. طيب لكن نعم. أنتو كجهاز مرور أنتو تأخذون تجبون الأموال المخصصة للطرق والجسور، وين تروح هاي الأموال سيادة العامة؟ والله ما طول ضيفك موجود، يعني هذا السؤال يتوجه حقيقة، هاي كلها إيرادات سيادية، يعني هذا تروح لوزارة المالية للمالية. إحنا وزارة المالية هي المعنية بس هي مخصصة للطرق والجسور. نعم، بالتالي ما تروح للطرق والجسور حتى. والله هذا يعني يا ريت الدكتور ضيفك العزيز يشرح لنا، يعني هاي الأموال جاي تجبى عن طريق المواقع المرور طيب. العامة جاي تروح لوزارة المالية، والمفروض توصل وزارة اللي هي الدوائر المعنية اللي هي أمانة بغداد والطرق والجسور. إذن السؤال لكم دكتور عدنان، وين تودون هاي الفلوس؟ والله أنا ما قابض الفلوس حتى وأنا وديها، ولا أعرف وين تروح. هي تروح للمالية، هو أصلاً يروح للمالية، لكن أصلاً هذا جباية هاي الأموال. نعم. يعني أنا ما أعيدها نهائياً. هي بكل أحوال هاي الجباية موجودة وده تروح للمالية، إحنا نعرف هي تروح للمالية. نعم. لكن هي مخصصة لكم طرق وجسور حتى. نعم. تبنينا جسور وتبنينا طرق معبدة جيداً حتى تقلل هاي الحوادث وتسهل. نعم نعم، بس سير المركبات. نعم بس الطرق والجسور ليست أسبقية لدى الحكومة نهائيا، لا تنفيذ مشاريع جديدة ولا صيانة المشاريع الموجودة. صيانة المشاريع الموجودة أهم من بناء شوارع جديدة، لأن احنا تلفنا الشبكة الكاملة اللي موجودة اللي هي بحدود 200,000 كيلو، يعني مجموع طرق داخلية وخارجية، أتلفناها بالاستعمال والإهمال وما خصصنا لها. يعني هاي عودينا بتكره وانا ياخذون على كل سيارة كذا، والاعتقد 300 مليار او 400 مليار يجمعون سنويا المرور. الدزوها المالية المفروض تخصص للبلديات والامانة والطرق والجسور، وكلها تنفق في صيانة الطرق والجسور. الطرق والجسور يقولون ما تجينا اموال، او يجينا 10% من هذه، يعني اموال بسيطة. لا. الحقيقة هذا اللي اسمعه من عندهم، بس هو هذه يعني هذا عمر، احنا عمر قضيناها ما يوم خصصونا مبالغ لصيانة الطرق والجسور اللي هي اهم فقرة. انت حافظ على الموجود واثثه وسوي طريق سليم يعني من كل النواحي، والفلوس هي هو مستعمل الطريق ده ينطيك فلوس، انت ما منطي من عندك، ولو هي المفروض انت تنطي. لا. بس هو المواطن ده ينطيها، ومع هذا همنا تروح الى ابواب اخرى. يعني تعرف العراق مر بظروف، همنا ننطي بعض المبررات، يعني اذا قضايا تخص الوطن وسلامة الوطن يروح يصرفها، يجيب سلاح له، يروح يصلح الطريق، يروح على الشيء الاهم ثم المهم. فهذه يعني الدولة أكيد يعني مو بطرانة ضامة الفلوس وما تصرف، لا ما أعتقد هيك يعني. نعم. طيب أعود لك سيادة العقيد بالنسبة. نعم. للقوانين، نرجع للقوانين المرورية. القانون المرور الأخير كان وصف بالقاسي نوعا ما، لكن بالرغم من مبالغ كبيرة للمخالفات المترتبة على المخالفات السائقين، لكنها لم تكن رادعا. أكو احتمال أنه يكون قانون جديد عقوبات تكون أقسى من أجل الالتزام بالقوانين؟ حقيقة يعني إحنا حسب علمي إنه هو هذا القانون الساري واللي هو حاليا دي يطبق حسب المخالفات الموجودة والمبالغ المالية المفروض على الغرامة. نعم ماكو جديد، وهو هذا المعمول به حاليا. نعم. طيب خلي نقطة مهمة أيضا ذكرها الدكتور، عندك معلومة تقدر تكشفها للإعلام عن حجم الأموال اللي تجبى من قبل المرور للطرق والجسور واللي تروح للمالية؟ نعم نعم، المبالغ يعني هاي طبعا أكو جهات معنية في مديرية المرور العامة. هي المعنية في هذه الأمور، يعني ما أقدر أنطيك عدد أو رقم أنا ما أعرفه أو ما متأكد من عنده. طيب أرجع لك دكتور مرة أخرى. نعم. برأيك يعني من حيث الخبرة المتراكمة لديكم دكتور عدنان، نعم. شنو المطلوب اليوم من الحكومة من الجهات المعنية الخاصة بالطرق والجسور وتأثيث هذه الطرق وهندستها وغيرها من أجل الحد أو التقليل من هذه النسبة الكبيرة من الحوادث؟
أولا إكمال شبكة الطرق الجسور. العراق يحتاج بعد 200,000 كيلومتر بالنسبة، هذا الستاندرد العالمي. الستاندرد العالمي يقول حسب كثافة السكان كل 100 نسمة على الكيلومتر مربع يحتاجون 1 كيلومتر طول لكل كيلومتر مربع من المساحة. احنا كثافة السكان عندنا بحدود 100، فنحتاج بقد المساحة مع العراق كيلومتر طول من الطرق، نحتاج بحدود 200,000. هاي طرق داخلية وخارجية. اثنين، انت اذا تجي لبغداد، بغداد محتاجة طرق الحلقية، 4 طرق حلقية واكو مترو، كلها مصممة بالسبعينات لما كانت ببغداد 300,000 سيارة مثل 400,000 سيارة. وهسا احنا في بغداد يمكن 4 ملايين سيارة يعلم الله، وهي نفس الشوارع اللي سنة السبعين نفسها. فما يصير هيك، يعني اكو طرق حلقية، 4 طرق حلقية طولها هي والشبكة الربط بيناتها تقريبا 300 كيلو. عندك شبكة المترو اللي هسا على اساس مسوينا قطار معلق، القطار المعلق يختلف عن المترو، المترو مستقل، والمترو المصمم 80 كيلو متر طوله يربط المناطق المهمة في بغداد. هسه هم ما يخالف، هسه خلي انا قدمت مقترح الامين بغداد حقيقه، يعني انا ذاك الاسبوع شفته وقدمت له مقترح، قلت له عندكم الطريق الحلقي رقم 4 انقلوا العاصمه عليه، انقلوا كل الفعاليات عليه التجاريه والصناعيه والمعارض وكلها انقلوها على الطريق الحلقي رقم 4 وسوت الفعاليات على هو طولها 94 كيلومتر، على طول 94 كيلومتر تنقل العاصمه هناك، وفرغ هذا المركز انتهى الموضوع كله يصير على الخارج، حتى الجراجات مال المحافظات ما يدخل البغداد حتى للطريق الحلقي رقم 4. طيب. شمال وجنوب. فكثير من الاجراءات، واكو اجراءات بسيطه، يعني في بغداد تحتاج بعد 6 جسور، هسه يبنون على جسرين، يعني مثلا جسر الزعفران هي مهم جدا. عندك هذا نفق انا هم مقدمه للامين، مقدم مقترحات للامين بزيارتي، يعني تقريبا 13 14 مقترح مختلف المقترحات، ومن ضمنها مثلا نسوي المرور في بعض الشوارع اتجاه واحد، يعني بكل العالم يسموه ون واي ستريت، اتجاه واحد، هم يزيد كفاءته بحدود 30%، يزيد كفاءة الطريق، وتقدر حتى تسوي باركينج وتأجره، يعني احد اللينات يصير موقف، فتحل مشاكل المرور، التنسيق والمرور وأمانة بغداد ومن الطرق والجسور، وماكو داعي يعني وماكو مشكله، انا اذا اروح وياهم ايش عندي افكار انطيهم، وانا كاتب الافكار ومسلمها للمسؤولين. صراحه اعود لك بسؤال اخير سياده العقيد، اكو مشاكل ظهرت بالسنوات الاخيره، عدد العجلات الكبير بالعاصمه بغداد بالعراق بشكل عام، والاستيراد ما زال مفتوح، مشكله كبيره تعاني من عندها الشوارع والسائقين هو التوك توك وسائق الدراجة الدليفري وكذلك الدراجات الصغيره، وايضا مشاكل الشاحنات الكبيره اللي ما ملتزمه بالاوزان، تحمل اوزان كبيره، سبب التكسر بالطرق والجسور، وكل هذه النقاط تسبب زياده بالحوادث. المرور اعتقد هاي مسؤوليته يعالج هذه النقاط. طبعا مشكله الدراجات الناريه والتوك توك يعني هاي مشكله انضافت في خانه المرور، يعني للاسف انه سوء التنظيم في استيراد هذه الدراجات سبب لنا مشاكل اخرى احنا في غنى عنها. نعم. يعني صارت بدايه بسيطه، بعدين قدرنا انه نحتويها، لكن ما انه بعدين صارت فجاه الى يعني وصلت الى مليون دراجه ناريه. حقيقه رغم يعني اللقاءات ويا اصحاب التوك توك واصحاب الدراجات الناريه ويعني التساهل، وانه انطينا مجال اكثر من مره والتقينا بعدد كبير من عندهم وواعدونا بانه يسجلون هذه الدراجات اصوليا، لكن للاسف وخفضنا من الرسوم، يعني السيد مدير المرور العام المحترم قدم مقترح معالي وزير الداخليه المحترم وقدرنا نخفض من الرسوم المفروضه على تسجيل المركبات. نعم. لكن كل هذا للاسف الكثير من عندهم او معظمهم يتهرب من تسجيل المركبات او الدراجات الناريه اللي هي نقصد بها التوك توك والدراجه الناريه اللي ذات عجلتين. مشكله كبيره وللاسف سائقيها هم من صغار السن ايضا ما يلتزم بالقوانين ولا الانظمه ويسبب لنا مشاكل كبيره في الطريق.
هذا الشكر الجزيل لكم عذرا لضيق الوقت سيادة العقيد. يمكن نقاط كثيرة نتمنى من المرور والجهات المعنية اللي ذكرها دكتور عدنان أيضا تعالج كل هذه المشاكل. شكرا لكم قسم العلاقات والإعلام دائرة المرور سيادة العقيد نصير عبد الستار، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر لكم الخبير بالطرق والجسور الدكتور عدنان مظلوم، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.